كريم في هذا اللقاء والإعلان البديل بشتكاء إتبها، ونرجو أن تهمنا بالفائدة والاستفادة. هذا اللقاء يأتي في نطاق ما يعرفه الشارع المغربي مؤخرا من اعتقالات ومحاكمات واستنطاقات الإعلاميين المهنيين وغير المهنيين. ينادي السيد عسلام مماد رئيس نادي الصحافة والإعلام البديل ليستحق كلمته الافتتاحية. إنما يشهده الإقليم من دينامية على مستوى الأنشطة الثقافية والدور الفنية والجمعوية، وأيضا تلك السياسية والنقابية لم توازيها دينامية أو حيوية مماثلة في المجال الإعلامي، رغم أن هذا الأخير هو تلك النافذة أو البوابة التي تطل من خلالها كل هذه المجالات بإنتاجاتها، وهو المرآة التي تعكس بريقها. أيها الحضور الكريم، مرة أخرى نرحب بكم ونرحب بالمشاركين معنا، ونتمنى أن يكون اللقاء في مستوى تطلعاتكم، وشكرا. هذه المبادرة يجب أن تكون في كل الفضاءات العمومية، في المؤسسات التربوية، في كل الفضاءات. وبالمناسبة تعفونا من سابق التصريح، قانون التجمعات العمومية يعفى من سابق التصريح، والجمعيات والهيئات والأحزاب المؤسسة بصفة قانونية. الصحافة لا تسوء، الصحافة ما تقدرش القدر. وكانت فرصة للقاء مع مجموعة من الفعاليات المحلية، مجموعة من المهتمين والمدونين، المهتمون كذلك بالشأن الإعلامي على المستوى المحلي. كانت فرصة لنا ومن خلال واحد مجموعة ديال المشاركين للتحسيس بالجانب القانوني والوقوف على الجرائم المرتكبة بواسطة وسائل النشر. كانت كذلك فرصة من أجل الوقوف على العقوبات المنصوص عليها في القانون، من أجل البدائل، من أجل الوقوف كذلك على الموقع وطبيعة بعض المدونين ومركزهم القانوني وعلاقتهم مع التشريعات المنظمة للجريمة الإلكترونية وللأمن الرقمي كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تنشكر نادي الإعلام والصحافة بإقليم شتوكا إتبع على هذه المبادرة التكوينية المهمة التي ساهمنا اليوم من خلالها في تكوين في بسط مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالمجال الإعلام والصحافة لفائدة مجموعة من الفاعلين المحليين بإقليم شتوكا إتبها، في أفق الهدف منها هو أنه أن نساهم في الرقي بالممارسة الإعلامية والممارسة الصحفية والكتابة الصحفية عموما في لفائدة هؤلاء الفاعلين بإقليمنا شتوكا إتبها. وقد تناولت في مداخلتي أنواع الخبر والأجناس الصحفية تبسيطا أنواعا ويعني خصوصية كل جنس صحفي. عبد السلام مماد رئيس نادي الصحافة والإعلام البديل بإقليم شتوكا إتبها. هذا اللقاء التكويني جاء في إطار البرنامج السنوي اللي حطه المكتب المسير ديال النادي من أجل تقوية القدرات ديال الفاعلين اللي كينشطوا في الحقل الإعلامي والصحفي، وكيف كتعرفوا ان المهتمين بهذا الحق يتعرضوا لمجموعه من المضايقات ومجموعه من المشاكل اللي الان يعني كتواجد امام في الرفوف ديال المحاكم. لهذا الغرض احنا قررنا تسليط الاضواء على هذه المشاكل اللي كترتكبها الصحافه، اللي هي جرائم المرتكبه عن طريق الصحافه، ونتمنى تكون افاده للجميع. وشكرا.